المخالفة كانت يعني عبارة عن مخالفات باركينج عادية، كان من المفترض أني ما أوقف قدام المنزل، فاضطريت أني أخذ 6 مخالفات، كل قيمة مخالفة 25 دولار ما يقارب 90 ريال سعودي، فبسبب تأخيري في الدفع تضاعفت إلى ما يقارب 1200 ريال سعودي، فاستلزموا علي أني أروح المحكمة رغم أني لازم أدفع المبلغ هذا. What are you studying? Network engineering. Networking? Oh. You didn't come to court today to network, did you? No. No? I'm going to give you a break on this. It's going to cost you nothing, okay? Thank you, see if you can solve the problem.